اللجنة أخذت تصويت نداء بالاسم لتحقيق مزيدا من الشفافية وأن نكون أمام دقة متناهية. على اقتراح الجزاء المنصوص عليه في البند خامسا من المادة 381 من لائحة المجلس الصادر بها القانون رقم 1 لسنة 2016. النصوص الدستورية، لأننا لجنة شؤون دستورية وقانونية، لابد أن يكون في أي تصرف أو إجراء أو أي خطوة نخطوها نكون أمام نصوص حاكمة، سواء أكانت دستورية أو قانونية أو لائحية. المادة 110 من الدستور بتنص على أنه لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها. أرجو من السادة المصورين الخروج، انتهى الوقت. أرجو من السادة المصورين الخروج من القاعة، انتهى الوقت. وكضمانة دستورية جاء في عجز المادة أنه يجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه. ثانياً، اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كل ده هي النصوص الحاكمة للواقعة المعروضة. يعني سيادة النائب، ممكن بعد إذن حضرتك كمال بيه ممكن يسيبه يعني يتم التقرير وبعدين نكلم حضرتك. حاضر. الأول التقرير، يا ريت بس بعد إذن حضرتك الأول التقرير ثم بعد. تفضل سيادة القاضي. تنص الفقرة الثانية من المادة 35 من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه وللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة 381 وفي حالة اقتراحها بإسقاط العضوية تباشر الإجراءات المقررة لذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 والمادة 389 من اللائحة. كما تنص المادة 381 منها على أنه مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية: أولا اللوم، ثانيا الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد، ثالثا الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات، رابعاً الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامساً إسقاط العضوية. ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب
على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس، الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه الجزاء رئيساً لأحد اللجان أو عضواً بمكتبها ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها في دور الانعقاد الذي وقع فيه الجزاء. وقد تأكد للجنة مدى ثبوت تلك الواقعة بما يأتي: 1. تبين اللجنة أن النائب محمد أنور عصمة السادات أرسل إلى أحد العاملين بلجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد الدولي عبر البريد الإلكتروني رسالة للاستفسار عما إذا كان قد تقدم بشكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي فتم الرد عليه من أحد الموظفين بأنه لم يتقدم بشكوى إلى الاتحاد البرلماني. لرد عليه أحد الموظفين. لو أرجو يعني أنا حضر إذا استمريت في هذا سأطبق اللائحة. تفضل سيادة المقرر. لأنه لما تقدم بشكوى لاتحاد البرلمان الدولي أو لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين وقدم النائب صورة من هذه الرسالة إلى اللجنة وتم توزيعها على أعضاء اللجنة. 2. حسماً لهذه المسألة وتحقيقاً لهذا الدفاع ووقوفاً على الحقيقة المجردة، لأننا لا نبغي إلا الوقوف على الحقيقة المجردة في هذا الشأن، قام السيد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بإرسال كتاب إلى أمين عام مجلس النواب يطلب فيه مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي رسمياً لاستيضاح حقيقة الواقعة والرد بموجب إفادة رسمية، والكلام ده كله مرفق في حضراتكم موجود. 3. قام السيد الأمين العام لمجلس النواب بمخاطبة أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي بطلب استيضاح حقيقة البيانات التي سبق وأن أرسلها البرلمان الدولي للبرلمان المصري والمرسلة من النائب محمد أنور عصمة السادات، وأرفقت برسالة للأمين العام عما إذا كانت هذه البيانات ترسل بطلب من الاتحاد البرلماني الدولي أم بناء على اتفاق أو ترتيب أو علاقة تقديم خدمات استشارية بين النائب واتحاد البرلمان الدولي. وكل ده مرفق في الآراء. 4. أفاد السيد مارتن شونغو نينغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي بموجب كتاب رسمي موجه لأمين عام مجلس النواب المصري يتضمن ما يأتي: أنه تبين له بعد الفحص والتحري داخل البرلمان الدولي أنه لم يطلب أي فرد من الاتحاد البرلماني الدولي أي معلومات تتعلق بالبرلمان المصري سواء من النائب محمد أنور عصمة السادات أو من غيره، ما عدا رسالة بريد إلكتروني واحدة أرسلت له رداً على تساؤله عما إذا كان قد أرسل شكوى رسمية إلى الاتحاد. وأضاف الرد أن جميع الرسائل التي أرسلت من مكتب النائب محمد أنور عصمة السادات
والمشار إليها في رسالة أمين عام مجلس النواب المصري قد تم إرسالها للاتحاد البرلماني الدولي طواعية وبإرادة منفردة بواسطة السيد النائب المذكور بتواريخ 21 و25 أغسطس، كما أرسلت رسائل أخرى بتواريخ 1 سبتمبر و11 و5 و16 أكتوبر سنة 2016، وقام بإرفاقها جميعاً برسالته ضمن قائمة من الجهات التي تم إرسال هذه المعلومات إليها، ولم يقم الاتحاد البرلماني الدولي بالاستجابة أو الرد على أي من هذه الرسائل أو المعلومات الواردة إليه. كما أكد الاتحاد البرلماني الدولي مزيداً لمزيد من الإيضاح أنه ليست لديهم أي اتصالات رسمية بالنائب السادات منذ آخر زيارة له في جنيف في أغسطس سنة 2016 والتي نظمها مركز الحوار الإنساني، كما أنهم لن تربطهم أي علاقات عمل مع السيد النائب. كما أكد البرلمان الدولي على أنه تجمعه علاقات طيبة بالبرلمان المصري، وأنه لا يحتاج إلى أي وسطاء للحصول على معلومات عن أداء البرلمان المصري، لأنهم يتواصلون مباشرة من خلال القنوات الرسمية مع مسؤول البرلمان. كما أكد على أن الاتحاد البرلماني الدولي لا تربطه أي اتفاقيات مع أي منظمة مصرية تعمل أو تتعلق بنشاط البرلمان المصري. وبمطالعة الرسائل المرسلة عبر البريد الإلكتروني والمرفقة بكتاب أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي، تبين أنها جميعاً مترجمة باللغة الإنجليزية، وقد أرسلت من البريد الإلكتروني الخاص بالسيد النائب محمد أنور عصمت السادات وبريد آخر خاص. وتضمن كتاب الأمين العام للبرلمان الدولي ذات الرسائل التي وردت إلى البرلمان الدولي، والتي انتهت لجنة القيم إلى أنها تضم تحريضاً وإساءة إلى البرلمان المصري كمؤسسة من مؤسسات الدولة. إن رسالته تضمنت رسائل أخرى للنائب تم إرسالها بعنوان عدم ترشحه لرئاسة لجنة حقوق الإنسان لوجود مرشحين مدعومين من رئاسة مجلس النواب والأجهزة الأمنية، ورسالة إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع للمجلس القومي لحقوق الإنسان. رابعاً، مواجهة السيد النائب بما نسب إليه وتحقيق أوجه دفاعه. عندما تمت مواجهة النائب بما هو منسوب إليه، دافع عن نفسه بالآتي: أن ما صدر منه يدخل في حدود حرية الرأي والتعبير والنقد المباح، وأن جميع أعمال مجلس النواب علنية، وأنها شأن عام ومن حق المواطنين معرفته، وأنه لا يوجد خطاب واحد أو بيان واحد تم فيه مخاطبة جهة بعينها ولو حتى بالتلميح بذلك، بل على العكس أرفض الزج بالجهات الأجنبية للتدخل في شأن داخلي من شؤون المجلس، وأن تصريحاته
تنشر على موقعه الإلكتروني، وبعد النشر تصل إلى قائمته البريدية، وأن قيامه بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية سببها تجنب الترجمة الخاطئة، خاصة وأنها اللغة المفضلة للشباب، ويوجد مصريون وجماهير عربية في الخارج، وأنه يمارس نوعاً من النقد الذاتي للمؤسسة بغرض الإصلاح، وأن النقد نقد النائب لأداء المجلس نوع من الديمقراطية والرقابة الذاتية. وقد تم الرد على ذلك في اللجنة بالآتي: أولاً، أن حرية الرأي وحرية التعبير، ولئن كانت مكفولة لكل نائب وللنائب وحصانته الموضوعية مقررة داخل المجلس ولجانه لجميع آرائه، إلا أنه ليس من حرية التعبير إهانة المجلس والحط من قدره أمام جهات دولية وأجنبية، لا سيما أن ذلك كان بشكل متكرر ومتعمد وباللغة الإنجليزية بدون مسوغ أو مبرر سوى عكس صورة غير حقيقية بأن المجلس غير فعال. فإن التساؤل المشروع: ما هو المعنى الذي يريد النائب أن يوصله؟ فالمعروف أن الإصلاح وأن حرية إبداء الرأي داخل المجلس، وأن النائب منتخب من الداخل وليس من الخارج، وأن هذا التصرف يفهم منه دفع الخارج لإجراء هذا الإصلاح، وكل هذا يخرج عن أصول العمل البرلماني والوطني، ولا علاقة له بحرية الرأي أو حرية التعبير. ثانياً، أنه يوجد فرق واضح بين العلانية وبين التحريض وإرسال وتصدير صورة مسيئة للبرلمان للخارج، وأنه من المقرر أن الشأن العام يناقش في الداخل وليس في الخارج، خاصة مع السفراء الأجانب والمنظمات والهيئات الدولية، ولم يثبت أن أحداً فعل ذلك في البرلمان المصري من النواب، وسكت عنه المجلس ولم يتخذ ضده الإجراء. ثالثاً، أن الترجمة الخاطئة مسؤولية من يقوم بالترجمة والنشر، وأن الجماهير العربية لا تخاطب باللغة الإنجليزية أياً كان مكانهم، وليس هناك مبرر لوصول هذه البيانات إلى منظمات دولية تجمعها بمصر علاقات طيبة عن طريق النائب نفسه. رابعاً، أن النقد الذاتي يكون موجهاً للداخل وباللغة العربية، أما النقد الذاتي الموجه للخارج هو في الحقيقة تحريض وتشويه واستعداء ودعوة للتدخل في الشؤون الداخلية، وأن التواصل مع الجماهير وإن كان حقاً للنائب، لكن هذا الحق لا يشمل إرسال البيانات التحريضية للسفراء الأجانب ونواب البرلمانات الأخرى والجهات والمنظمات الدولية، ومنها الاتحاد البرلماني الدولي، كما أنه من لوازم الديمقراطية مخاطبة الخارج، إذ الرقابة الذاتية كما أنه ليس من لوازم الديمقراطية مخاطبة الخارج إذ الرقابة الذاتية داخلية وليست خارجية،
إلا إذا كانت تتضمن دعوة ضمنية للتدخل في شؤون المجلس، والدعوات الإصلاحية ليست تحريضية. في خصوصية مفهوم الشكوى في قواعد الاتحاد البرلماني، تبين اللجنة تفسيراً لرسالة الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تنفي استلام شكوى من النائب محمد أنور عصمة السادات، أن الثابت من الاطلاع على اتفاقية إنشاء الاتحاد البرلماني الدولي والقرارات التي اتخذها المجلس التنفيذي والتي دخلت حيز النفاذ اعتباراً من الأول من يناير سنة 1977، أنها نظمت قواعد ممارسات حقوق الإنسان للبرلمانيين على نحو محدد وواضح الخصوص، وأناطت هذه القواعد للاتحاد البرلماني الدولي الدفاع عن حقوق الإنسان للبرلمانيين الحاليين عندما تكون حقوقهم مهددة، وأنشأ لذلك الغرض لجنة مهمتها فحص الشكاوي التي يرفعها إلى مصدر موثوق بشأن من يدعي وقوع انتهاكات. ونظمت هذه القواعد إجراءات فحص الشكاوى والتعامل معها على نحو مفصل، فحددت الشروط الواجب في توافرها في مقدمي الشكاوى وكيفية عرض وفحص هذه الشكاوى وقواعد ومعايير قبول الشكاوى، ووضعت نماذج محددة لتقديم هذه الشكاوى أرفقت بالقواعد المشار إليها وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالفحص واتخاذ القرار. وخلصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية إلى أن السيد النائب محمد أنور عصمة السادات يخلط بين تقديمه إلى شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي على النحو المشار إليه سالفاً، وهو أمر لم يقل به أحد ولم يدعي به من قبل وبين إرساله بيانات تحريضية تسيء إلى البرلمان المصري، تتناول أوضاعاً داخلية للبرلمان وأنشطته لجهة ليس لها علاقة بسير العمل فيه. وبالتالي فإن الاستفسار الذي قام بإرساله إلى الاتحاد البرلماني الدولي بشأن سابقة إرساله شكوى إلى المنظمة والرد عليه من قبل أحد موظفي اللجنة المختصة بحقوق الإنسان للبرلمانيين يكون غير ذي صلة بالموضوع، ولا ينفي عنه ما نسب إليه نظراً لكلمة شكوى من مفهوم خاص لدى الاتحاد البرلماني الدولي. خامساً، ما انتهت إليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، استعرضت اللجنة كافة التحقيقات التي أجريت مع السيد النائب محمد أنور عصمة السادات في محضر مكتب المجلس ولجنة القيم، وما انتهى إليه رأيها من حيث ثبوت الواقعة أو من حيث جسامتها، كل ذلك مرفق أمام في التقرير، وكافة أوجه الدفاع التي أبداها السيد النائب أمام اللجنة وما قدمه من مذكرات دفاع ومستندات. وبعد المداولة بين أعضاء اللجنة انتهت اللجنة إلى ثبوت الواقعة المنسوبة إلى السيد النائب محمد أنور عصمة السادات للأسباب الآتية. ثبت للجنة من وقائع البيانات المرسلة عن طريق النائب المحال أرجو من القاعة الهدوء وتابعيه، والتي تمت صياغتها باللغة الإنجليزية والتي أرسلت وفقاً لإقراره لعدة أشخاص في الداخل والخارج، وكان من بينها الاتحاد البرلماني الدولي، أنها تضمنت الآتي:
واحد، أعرب النائب محمد أنور عصمة السادات عن قلقه إزاء عدم تنفيذ الواجبات والحقوق الدستورية الملتزم بها البرلمان مثل قانون بناء الكنائس ومفوضية التمييز والعدالة الانتقالية، وأن هذا يشكل من وجهة نظره تلاعباً واضحاً بمواد الدستور، وتساءل عن دور مؤسسة حماية الدستور بهدف شرح وتعزيز تفسير الدستور، وذكر أن الجميع صامت بينما يتعرض الدستور للخطر. اثنين، يتعين أن تكون هناك وقفة صريحة قوية لتصحيح الوضع واستعادة ثقة الشعب بالبرلمان في البرلمان، ولقد تسبب الوضع الحالي في حدوث إحباط عميق للرأي العام الوطني والدولي. ثلاثة، أن البرلمان الحالي لم يكن فعالاً في قيامه بواجباته واختصاصاته، وأن هناك قائمة طويلة من المهام المتبقية في جدول أعماله في الفترة المقبلة، وأنه يحذر من الاستمرار بنفس الطريقة، أنه يهدر ميزة هامة وتجعلنا أضحوكة على المستويين المحلي والدولي. أربعة، أنه استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان لعدم تعاون رئيس المجلس معه والأمانة العامة، وأنه لن يترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان نظراً لوجود مرشحين آخرين مدعومين من رئاسة المجلس والأجهزة الأمنية. خامساً، ولما كان الثابت للجنة من واقع أقوال النائب المحال في محضر مكتب المجلس والتحقيقات التي أجريت في اللجنة أن النائب المحال منذ عام 2005 لديه قاعدة بيانات يرسل إليهم بيانات تعبر عن رأيه في بعض السياسات والقرارات، ومن بينهم سفراء ونواب برلمانيين في الخارج، وأن لديه نظاماً خاصاً يترجم تلك البيانات إلى لغة أجنبية، رغم أنه من غير المألوف ترجمة البيانات الداخلية إلى لغة أجنبية، وأنه عند سؤاله هل نحن كنواب للشعب نخاطب الداخل أم الخارج، أجاب أن الأولوية للداخل، وأنه يقوم بذلك منذ عام 2005 بصورة عادية وتلقائية، وأنه كنائب يجب أن يمارس دوره في الداخل والخارج. وعند سؤاله عما إذا كان قد أرسل شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي، أفاد أنه يمكن أن يكون بيان وليس شكوى، وقد نفى عن نفسه إرسال له لشكوى. وعند سؤاله عن علاقته بالسيد مصطفى جبريل، أفاد بأنه المنسق الإعلامي له ويعمل لديه ضمن آخرين الذي قام بإرسال هذه البيانات. كما ثبت للجنة أن أقوال النائب في مسألة إرسال البيانات تناقضت في مراحل التحقيق المختلفة، فقال أمام مكتب المجلس أن لديه نظاماً تلقائياً يرسل الرسائل باللغة الإنجليزية لعدة جهات وليس هناك ما يحظر ذلك، وأمام لجنة القيم إرسالي أي بيانات أو شكاوى إلى أي جهة نفى، وقال أمام اللجنة الدستورية والتشريعية أن البيانات موجودة على موقعه ولم يرسلها إلى أي جهة، في حين أن مذكرة دفاعه قال صراحة أنه لم يرسل أي بيانات إلى جهة، وذلك كله على خلاف الحقيقة، وهو ما ثبت على نقيضه من كتاب الأمين العام للاتحاد البرلماني
المشار إليه. بعد الاقتراع وأخذ الأصوات التي انتهت بأغلبية ثلثي أعضائها إلى ثبوت الواقعة لما يأتي: واحد، لما كان النائب منتخباً كان أو معيناً يمثل الشعب فإنه يتولى التشريع والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وأنه يحمل أمانة تمثيل الأمة بكاملها. اثنين، وكانت مصر عضو في عدة منظمات دولية ومن بينها الاتحاد البرلماني الدولي، وأن الذي يتولى مخاطبة الجهات والمنظمات الدولية طبقاً للائحة الداخلية للمجلس هو رئيس المجلس أو وفقاً للنظام الذي يضعه لهذا الشأن. وحيث أنه لم يقدم النائب المحال إليه أي تبرير معقول لإرسال مثل هذا المحتوى إلى منظمة دولية مثل البرلمان الدولي، كما لم يقدم أي مبرر مقبول لقيامه بترجمة مثل هذه العبارات إلى لغة أجنبية ومخاطبة الخارج بها، سوى أنه يقوم بذلك بصورة تلقائية ومنذ فترة زمنية طويلة، لا سيما وأنها تحمل عبارات وإيحاءات تحط من قدر المجلس أمام الجهات والمنظمات الأجنبية على خلاف الحقيقة، فضلاً عن دأبه ومحاولاته المستمرة لتصوير المجلس أنه بلا فاعلية، وهو أمر غير مألوف وغير مسبوق من نائب منتخب عن الشعب، بما يؤدي إلى تشويش صورة المجلس كمؤسسة. فزعم أن المجلس لا يقوم بواجباته وفقاً للدستور، فلم يصدر قانون بناء الكنائس، أو لا قانون مفوضية التمييز، ولا قانون عدالة الانتقالية. أرجو من القاعة التزام قدر من الهدوء. أرجو من القاعة من أن قانون بناء الكنائس صدر في دور الانعقاد الأول، وأن الدستور لم يحدد وقتاً محدداً لإصدار قانون مفوضية التمييز، فضلاً عن أن قانون العدالة الانتقالية تتم مناقشته من خلال المقترحات المقدمة من الأعضاء في اللجان النوعية المعنية، دون رغم أن الحكومة لم تبادر بتقديمه. ورتوباً على ما سلف من ثبوت، وبعد أخذ الأصوات على النحو المار بيانه، فقد انتهت اللجنة بموافقة 40 عضواً من أعضائها، على اعتبار الواقعة إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية، وبالتالي تقترح توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند 5 من المادة 381 من اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تقضي بإسقاط العضوية. واللجنة إذ تقدم تقريرها على المجلس المحترم ترجو الموافقة واتخاذ ما يلزم. شكراً.